هسه احنا حاليا بمعرض روتي، معرض روتي اثاث تخامس، شو يعجبكم موجود. بلا زحمه، هذا شنو نوعيته؟ لاني تركيا. تركيا طبيعي. اخوان الاسعار همينه بالخاص، ان شاء الله اسرع اخليكم الرقم والكارت اصور لكم اياه. هذا هنا تركي؟ هذا تخم تركي، هذا بالصفحه شغل، يعني يقول لك مرق وما مرق شغل. 12 درجه اولى هذا. حلو. طبعا ضمان هذا سنه. حلو. وهذا شنو؟ هذا غرفه تركي. اي. هذا شد برغي وتشوي. اي نعم. ما تشوف انا هذا داخليه. هذا ملحق ثانوي يصير. سرير مخزن، هذا ميستوالية مراية، وهاي العفو ما لحدي في الجزائر. كنتور 4 امتار طبعا بدون الحق 3. عشر قطع. حلو. وهاي يمه كم؟ 11 قطعة. 11 قطعة هم تركي؟ تركي كله تركي شغل. الشد برج وتشوي. شيء حلو راق. هاي سرير طبعا مخزن جك. حلو حلو. عاش ايدك. بي ار سي على حديد يصير وجقات. اي هذا ميس واجد ميس شاشه. هذا في كم رايه وزاويه قلابه وهاي ما لحقي. هذا ملحق مفصول، يعني تتحكم به انت مفصول عن الكنترول. ها خوش خوش. هذا تتحكم به انت مفصول. بس هذا قطعه واحده. هذا قطعة واحدة. هذا كل هذا الداخل مالته شوفه. ايه. ترتيب حلو. حلو عاد كذا. هسه على التخامة، يعني وايد ناس وصلوني على التخامة. هذا عندك قماشة وتر بروف. وتر بروف شنو يعني؟ ضد المي. ضد المي هذا وتر بروف. هم عالم على بالهم جلد وهذا مو جلد. شنو صناعته؟ وتر بروف. هذا تركي. تركي. رجلينات وسط. ايه. بالقنفات. حلو. هاي تقوية يعني شلون اقول لك؟ وكله خشب زان خالص. هذا حلو عاش كذا. في ضمان على الاسفنج على الخشب طابله وسطيه. هذا عندك هسه قماش كتان. هذا قماش كتان نفس الخشب بس اللون يختلف، مثلا مال الصبغ والقماش يختلف. وتدري ذاك يده مفتوحه نصيحله. حلو. هذا يده مسدوده خاف على الدور. حتى هاي تعجبني نوع الخامه. بالضبط الخامه مالته تختلف الخامله. كلش زين. هذا ستن، اكو عالم رغابة الستن. ايه. يدورون ستن. اي هذا هم موديل. ايه بس شوف الجمالية روحي مالته. تنسيق بالالوان. شيء خرافي. هاي طبلة وياه؟ طبلة وياه وسطية. حلو. هذا كنتور زاوية لا يعجبهم. كنتور زاوية وسرعة. كلش حلو مرتب ملموم هذا يعني. هذا سر زاوية وسرعة. بعدين انا ركزت على المجاق. هذا شوف الداخل مالته والتقاسيم. والله. اكسسوارات. شو وبيها شيء حلو تصير زاوية وتصير عدلة. هذا يجيك من طرف طلاق يربالك علي. ايه. يعني يتصل عليك هاي. تنور انت والمتابع. الله يخليك ويسلمك. هذا اربع امتار. اربع امتار. يدور شيء ضخم يعني. ايه. شلون ما يقول لك السرير مالته ضخم. ايدك والله كلش حلو فخامة. هذا شغل طبعا معاملنا بتركيا خاص عندنا. حلو. اي بصراحة قليل اشوف الشغلات. ايه. يعني هنا هذا الشارع طبيته دخت. ايه. انا عندي خالي. ايه. تنزل نزل نزل قاعد شكل قلت له ما اروح جاي اروح الشارع المشاتل. اي ها. اي انا شو وقت نزل بسوق الغزل. سوق الغزل اي فوصوني على الاطباء وهالشغلات. صحيح. ايه. هذا همين اللي شو ما يقول لك الوسط. الوسط غرف. اينا. وسط شنو الوسط؟ يعني كب الضخامة احكي لك. اي بس هم 11 قطعة. حلو. مستوالية جزامة. حلو. سرير هذا وتر بروف يمسح يعني خاف يخافون منه يتدمر من الدمر. هو والكشن. حلو والله. ملحق مفصول. هذا هاي شغلات من يجوا دوختونا والله. شغلات حلوه يعني. يعني واحد هسه اذا يريد يجي يريد يشتري. يعني يدوخ شو ياخذ؟ شو ياخذ؟ ذوقك حلو صار طلاق. الله يخليك الله يسلمك. شوف هسه هاي شلون ذيك الجوزي. هم انارة لم يستاج. والحب ثانوي جان ضد الكسر.
احكي لك طبعا كمان صدقوني بالحقيقه اجمل بعد من التصوير اجمل اجمل طلال بلوك والله عاشت ايدك والله زين صدقوني اجمل بالحقيقه بعد اجمل شوف الجمال واضح هذا وتر بروش اي كله وتر الله وباع الجمال هذا يعني سويت له واسع راح اتزوج زين باع هذا هسه الديزاين هذا يسوي رفوف بنص الكنتور رفوف بنص الكنتور ديكور ومجرات وهاي كلها ابواب تنفتح يعني مو حلو والله هيك باعها ما شاء الله ما شاء الله ما. هذا خزن شاذ وهذا كالعادة ملحق وهذا قطعة بس شوف السرير وجمالية ميسوالية تقربها ايه. شي ناد كلش حلو رقمك ايش قد كارت؟ يا الله طبعا معرض حلو ولد اسلوبه حلو زين انا يعجبني هيك يعني ناس اسلوبهم حلو والله رقمي 077 عيده والله 077 0 399 45 10 اثاث روته قبل ساحه عنتر يعني شو ما اقول لك من تخلص تقاطع المغرب تاخذ يمين خامس معرض معرض روته الاثاث التركي تيجي من طرف استاذ طلال احنا حاضرين كل الزمان الله يسلمك زين نريدكم الدعم شويه باللايكات هاي والله الله يخليك الله يسلمك الولد يتابعني اي والله الله يخليك الله يسلمك هسه ذكرتك مني انا مو انا ما طلع شكلي استحي تليفون اي زين انت بعد شو اسمه طي تليفونك اي يا سعد لان حتى شو بقول لك ما تسوي لنا اعلان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالدلل ليش مو على الانستغرام مو احسن؟ اه يلا والله باخذ بعض خذت صوره لها اي اي خذت؟ اي اي على الانستغرام اطبله راسلني وقول انا كذا احسن والله آه. مرات بلع عفوا آه. راح اسوي لك برا الخارج اي عفوا حتى الناس تجي تشوفه إيه. هذا 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 الاسود خاف عالم الدروب الله ما شاء الله ما شاء الله احلى لون هذا جدي قماش شنو خاولي؟ يصيحوا له هذا الله قماش خاولي شوف الجمال حتى البوم نطيها يلا ما شاء الله ما شاء الله كلش حلو والله العافيه ذوقك حلو الله يخليك الله يسلمك تتأمر الله يخليك الله يوفقك ربي يحفظك وانت انا هسه ذكرتك انسان طيب الله يخليك وتفيد الخير للعالم على اكثر من مره باوع لك فيديوهات كشكل ما عرفتك انت بطلع شكلك انا استحي ليش؟ لان العراقيين كلامهم حلو يعني والله ما شلون يعرفوني بالشارع يعني يعطوني حنان ما بس انت طيب كلامة. انت طيب يعني انا يعني اشوفك ايش قد ينشون ولا الولد على راسي محمد تيبو ذول الولد بس صحيح. انت تطول بال اكثر حتى الفيديو يطول هواي صحيح صور لهم هذا الله. الله شوف الشغل البي هذا شنو هذا خله دقق لا هذا فشي يعني كلش حلو والله يعني مو جاي اغويكم لا. لا يعني صدق باه 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 وانت بعد تنسيق فخامه بعد الفخامه يعني انت لو تاخذ لو ما تاخذ لو تاخذ شيء زين لو لا تاخذ بابا تنسيق بالالوان شنو التنسيق ما شاء الله ما شاء الله باع بابا الكراسي باع الجمال تخلي لك هيجي شجره باع الذوق عم ذوقكم لا لا عم والله انت الذوق زين شغلوني يكون بلاش بس اباوع والله والله انت طيب الله يخليك الله يسلمك ما تقول في ذي الخير للعالم الله يخليك الله يرزقك ان شاء الله الله يوفقك ان شاء الله الله يرزقكم ان شاء الله الله يحفظك سلام هذا اصوركم من برا المحل قدام عشتار الابواب التركيه كراويته هذا ها هذا اسمه الحياه باباي يم باباي باباي هذا باعوا باباي تمثال باباي تمثال مال باباي روته روته روتي هاي مثل هاي روتي موبيل يبا هذا المكتب هذا المحل العظمية قبل ساعة العظمية قبل ساعة عند هذا المحل مبين هاي الشجرة بس باع علي يعني حلوة عجبتني والله وبابايل صفر وبابايل صفر بعد شو تريدون يلا عيون اشوفكم خير ربي ربي يرزقكم ان شاء الله الله يخليك
يا رب. السلام عليكم، شلونكم، شو اخباركم؟ وعليكم السلام، اهلا وسهلا. ها شنو المطابخ الجميله؟ شنو هالجمال؟ هذا شنو نوعيته؟ هذا مطبخ تركي. تركي. وعندك كمان موديل مطبخ الاسباني. خلينا نشوف هذا شنو، شنو وضع المرمى والترتيب. اخوان الاسعار كلها بالخاص، تجون علي تتصلون علي ان شاء الله ساعطيكم رقمه، تتصلون علي. وعلى المطعم هذا وياه جام، هذا جام وياه. شوف شلون حلو، شلون ترتيب. انا اتمنى هيك البيت العراقي هيك يصير، يعني الناس هيك تفكر بهالرقي بهالذوق، بهالاكواب، بهالجمال. يعني حتى زوجتك ترتاح نفسيا تقول لها سوي لي عشاء، باع هذا الكاش جد احبه. هذا سيراميك لو شنو؟ هذا سيراميك. سيراميك هذا وياه لو واحد؟ لا هذا واحد. هذا موجود طبعا هم بالعظمية. هذا سيراميك انا شفته مرة بالانترنت، دوروا عليه. كلش حلو. باع طباخ. باش عندك هذا شنو نوعيته، ايطالي؟ هذا سويس مارك، هذا اسباني. الاجهزه الكهربائيه حتكون سويس مارك، اما بالنسبه للخشب حيكون اسباني. اسباني الخشب. هذا الميزطعام؟ هذا الميزطعام، هذا خشب زان. خشب زان. بعد جمال ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بعد جمال. واحد حتى بده انا اذا اشتغل يمكن ما اخذ راتب، بس ابقى باهر. هذا شو نوعيته؟ هذا كمان تركي بس هذا بيدات، في عندك تركي بدون يدات؟ اه تركي بيدات. بدون يدات محفورة، أما هذا حتكون تركي اليدات الظاهرية. بعد جمال بعد سين. يعني النساء تحب أكثر شيء السين. هذا الترتيب. هذا شنو هذا؟ الله. هذا كمان تركي بس هذا مصمم لمطبخ بارك. جمال بعد ترتيب. رقمك؟ موجود. كارت، اعطيني كارت خليني اصوره لهم. وحارس قد حلوه الميز. انا فرع هون وانا فرع بالبيت. انا احب هيجي ميز تكون عندي بالبيت هيك. من تقعد هنا تتريق فطورك غداك على هذا الميز. بس هذا فرع الأعظمية ما تتصنع عليه. خلي اشوف ضوء شيء اوضح. بس تعال شوف فيها واضح لان العين مغوشة من الصبح ما نايم. هسه هاي الكاميرا الثانية. هاي واضح؟ واضح هسه. هاي هسه واضح. يوم تتصلون علي وترتبون وضعكم وياه. يلا عيوني اشوفكم بخير، مع السلامة. محل الكوارتز الاثاث. هنشوف الاثاث اللي عندهم. ما شاء الله هاي الباترينا كلش حلوة. هاي شنو صناعتها؟ تركية سورية مصرية؟ شو ما حد وينكم شو عفتوني؟ شو ما حد واحد وراي شيء يمي يسولف ما طلعكم. لا لا هاي شنو هاي الباترينا؟ باترينا مصر هاي زان مصري زان في عرض خاص صار كانت سعرها 1.5 مليون صار 900,000. انت هنا براحتك تكتب سعر ما تكتبه براحتك بالخاص اوكي؟ لا تتقيد يعني اوكي؟ هاي شنو التخم هذا؟ تخم زان تركي 10 مقعد زائد طبله وسطيه في جوانبيه. هاي الطبله؟ طبله وسطيه. هاي الطبله. هذا التخم. زين. هاي شنو غرفة نوم؟ غرفة نوم 9 قطاع تركي ضمان 5 سنوات. سرير مخزن وشاصله ومخزن. شامل شد الأقل. حلو. هذا راح يطلع وجهك وخذ. يلا هاي شو اسمه؟
هاي حلوة قنفة. هاي شنو؟ هاي قنفة فصال عندنا عراقي واحدة؟ لا موجود ياها تخم تخم عندنا فصال تريد 10 تريد 8 تريد 7 عاش كيدك شغل كله تركي وضمان دل الطبيعي 5 سنوات عاش كيدك. هاي حلوة هاي حتى واحد يمدد ينام. هي مخدة وهي يد قد حلوة. أنا حبيك يا أبو على التلفزيون. هاي هم كاملة يعني؟ هم يعني كامل بيها تخل. حلوة عاش كيدة. هاي برا لكم مو؟ هذا نشيم تياب الله. عندنا فوق 4 طوابق. آه 4 طوابق ما بي حيل. أخوان لا تزيدوا لي صعد ما أقدر والله. والله بس تجون هنا الولد إن شاء الله ما يقصروا ياكم. هاي هنا غراض أبوها هسه راح أشوفكم اسم المحل. معرض كوارتز تصعدي هاي كوارتز باوة الاثاث المنزلي تجون عليه ان شاء الله يجيك من طرف طلال دير بالك عليه. انا اسمه طلال دير بالك عليه يعني عاملهم انت ما يحتاج هذا الشارع كل المحلات يعني كلكم مرتبين والله اخلاق والله. الله يسلمكم الله يخليكم ان شاء الله. اي واحد الله يسلمك الله يخليك الله يسلمك. بس الكارت اذا تريد يعجبك كارت رقم تليفون حتى صوره الناس تتصل عليك. طبعا هي بنايه 4 طوابق اشكال شو تريدون يجيكم تجون بكم خير تدللون او حتى لو تسالونا اذا ما قدرتوا كلش. شوفه واضح عيني مغوشه من برا ما نايم. هاي شبيه الكاميرا فوق اسم مالتها والله المس الشاشه لمسه صغيره بس الفوكس اي هسه صار هسه نجي على الكاميرا الثانيه. هاي الحمد لله الاصيله هاي يعني تصلع لي ان شاء الله. مشكورين خادم تتلج الله يخليك الله يسلمك حلك حبيبي. يا السلام عليكم. اليوم احنا هسه بمحل اوركس زين هسه راح اديكم العنوان وين. شوفوا الجمال شوفوا العناقه شوفوا الخامه شوفوا الترتيب. هاي كم قطعة؟ تعال ادخل تعال يمي. ها؟ 10 قطع تركية المنشأ ضمان 3 سنوات 10 قطع شغل كل درجة وين؟ تركية. اخوان هنا الاسعار كلها بالخاص تتصلون عليهم. خوش حكي؟ ان شاء الله هسه خليكم الكارت بنهاية الفيديو انتظروا خليكم وياه. شارع الاثاث اللي بالعظمية العنوان مالته. هاي بالنسبة للداخل مالته هذا 24 خامة حلوة ما شاء الله. بس انت شنو تجي شوف بعينك اضبط تتلمس شوف بعينك هاي شغلات. هسه نجي نفتر بعد هاي هاي شنو الغرفة شرحنا عليها. اثمان قطع تركية المنشأ زين. هاي شنو هاي؟ هاي وياها هاي وياها الراديو؟ لا هذا ديكور. يعني ينباع لو بهيجي خليل ينباع كلش حلو طبعا. اكيد راح تقولوا افتح الباب حتى لا خليه بنفسكم راح افتح لكم الباب هذا الباب. بس انت من تجي راح تتلمس هذا وياه؟ لا هذا القماش مو وياه كوشات كوشات. بس مو يشوفوك يعني ديكور مالته. هاي همينه؟ ايه. هاي كم قطعه؟ 8 قطع. 8 قطع هاي هاي البزونة جاية حلوة. واحد جمال يعني شيء حلو شبابي كباري تركية المنشأ تركية. هاي الزاوية حلوة هاي الزاوية 10 قطع زاوية كلاسيك 10 قطع هاي
هذا هيمين باع عادي هذا يعني اغلبيه الديكورات. نشوف الباب، هذا الباب. اخوان انتوا كتبوا لي بالتعليقات شنو التفاصيل اللي تريدون تشوفوها، شنو الشغلات اللي تحبون تشوفوها. اما الاسعار هي تقدر تتصلون علي. هاي 10 قطع. 10 قطع هي في المنشأ اشياء الشغل مالتها. بعد عندكم شيء ثاني؟ فوق ما بيها بعد. لا فوق الاضاءة احسن شيء. ايه هسه انتوا بعض وين الكارت؟ بس زينه خل اشوفكم كارت تتصلون علي. عندكم واتساب؟ ايه بالواتساب؟ فيسبوك وانستا. تتصلون علي بالواتساب وتطول الصوره اللي انا صورتكم وياها وتقول له يابا سعره هلقد بيش كذا. ها مضبوط هيك هذا هيك خلاص اصوركم اياها زين. انا عندي كاميرتين خالد على هاي الكاميرا واضحه مو؟ وهاي الكاميرا هاي كانها مو واضحة. لا واضحة. واضحة زين. افوكس عليها. واضحة مو؟ زين. شو اسمه المعرض؟ للاثاث التركي. اورس. اوركس للاثاث. اوركس للاثاث التركي بشارع المغرب. تقاطع الكسرة. شارع المغرب تقاطع الكسره مجاور المطبخ التركي. مجاور المطبخ التركي ان شاء الله تتصلون عليه وان شاء الله نكمل جولتنا. وانا مشكور. شكرا لله حبيبي الله شرفنا. الله يخليك. الله ابو الهوى قد طيب. حتى الهوى هنا يختلف. الله ما شاء الله جمال لا تجد حلوة. والله اخوان واحد لو يشتري لو ما يشتري يشتري هيك شغلات حلوة لو ما يشتري. وهذا المحل بس كوني خليني اصوره تبش حلو. صبروا صبروا خلص الدور. هذا الشارع ما شاء الله بعد جمال بعد اخر يعني واحد حتى تنفتح نفسه. والله العظيم من يجي هنا يتمشى هذا الراقي الحلو ما شاء الله. بغداد بدت يعني يوم عن يوم تتطور والاثاث الحلو بدا يجي والاغراض الحلو بدا تجي زين. فكل اصحاب اللي اصحاب الذوق مثل ما يقول اللي عنده امكانيه يقدر يشتري. انا بصراحه ما اعرف الاسعار. انتوا اتصلوا شوفوا الاسعار بلكي فيها يعني مناسبه يعني مو شرط غاليه. شيء كلش حلو عجبني هاي بصراحه.